وإن شاء الله الله يقدرنا أنه نعمل أكثر وأكثر ونساعد الأطفال والناس اللي بسوريا إن شاء الله. We are really privileged and honored that the ladies have taken this initiative, and I hope they will continue to serve our community and serve the charitable needs of our people. لما عم بيفكروا يبعثوا أدوية وكراسي كهربائية للمحتاجين بسوريا ما في أنبل من هيك. ألف شكر لكم والله يكون معكم. I have been a pioneer in the field of cochlear implants for many years. At the present time, I am living in Oregon, and I am spending full time developing and further improving cochlear implants. It's been a great pleasure that and very gratifying that the Syrian Women's Association has become interested in deafness and in implants. Deafness is a very severe problem in children, and we're gratified that we can be a great help for these children. مناسبة اليوم الحقيقة هي عبارة عن حفلة خيرية ريع المصاري بده يروح لشراء الحلزون عند الأطفال الصم. وسام ما بعرف شيء فوق يعني ما بشم عليها شو بدها لانه انا هلا جيت كنت بالدوام هلا جيت لعندها فصاير مع شيء ما عم بعرف شو بدها اياه شو خبيث طيب شو اسمك الا هبه شو اسمك هبه هبه يا حبيبتي قد ايه عمرك هبه ما بتعرف يعني ما بتعرف إذا بدي إلا ما بتعرفي كم سنة؟ أربعة إلا أربعة لا أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا ماما ماما بابا شو اسمي؟ شو اسمك؟ هلا احكي تحكي يعني معلمين شعورك انه ابنك بده يعمل عملية بكره؟ والله الحمد لله يعني فضل من رب العالمين انه توفرنا هالشيء ونحن ما استطعتنا نتوفر معنا يعني. انت وين تشتغل؟ موظف. قد ايه معاشك؟ يعني شغلت 4500 كم ولد عندك؟ عندي اربعة الله يخلي لك اياهم هو الوحيد اللي ما بيسمع وجعفوهم دكاترة وقالوا انه الحلزون منيح بيصير بيسمع قالوا لي منيح بس ما في امكانية لحتى احنا نساويه مثلا وشو شعورك هلا انه هالعملية حتصير لابنك والله اكيد شعور كل اب انه فرح لابنه انه يصير يحكي اقل ما يمكن انه ما يكون منبوذ من مجتمعنا نحن لانه الاخرس مجتمعنا منبوذ شو اسمه لوامة جنين لوامة احكي معها لشو لوامة خليها تحكي معي تسألني كيف ليلى مرحبا ليلى واحد طلع عليه طلع اثنين ثلاثة أربعة
هذا بابا ماما ماما دادا دادا الله تمام خليها تطلع فيني طلع فيها بابا عشان الصورة ليك الصورة ليك طلع محلى الصورة حبيبتي شو حلوة اسمك حبيبتي قولي لي شو اسمك حبيب قلبي وفاء وعم ياكل بلش اكل وكله اليوم الصبح اكل والحمد لله كان كل اموره تمام نشكر الله نشكر الله الحمد لله وريني هو بالابن الشمال عاملينه بالشمال وشو شعورك انت طميني والله شو امبارح متوتره وخايفه هلا يعني متوتره من فرحتي الله يخليك الحمد لله يا رب كثير لكم لجمعيه السيدات السوريات الله يخليك الامريكيات وبشكر الجميع اللي ساهم بهالاجراء الحدث العظيم يعني شو كثير منيح بس الحمد لله الحمد لله يا رب بدي اشوف شو شعورك انت انه عملوا له هالعمليه كثير ونشكر جمعية سيدات سوريات بالامريكيات لانه نتحوا لنا الفرصه واعطونا الفرصه كثير كثير مبسوطين نحن مشكورين كثير هي الطفله اللي اجت من فلسطين اللي اجت من فلسطين واللي عانت معاناه لوصلت لهون والكل كان بانتظاره وشايف شفتي موقف الوالد معلش ابكي معلش بالعكس هذا التعبير هذا دموع بتعبر عن كلامي